من قلب العاصمة السعودية الرياض، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج كورة من الموسم الثاني عشر على خليجية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مشاهدي برنامج كورة على قناة خليجية في موعدكم اليوم الذي نناقش فيه أحداث الكرة السعودية. نبدأ بعناوين الحلقة. الفيصل يلتقي وزير الثقافة والإعلام والرياضة القرقزستاني السيد زامانكولوف. أحسين الطويل يحقق ذهبية بطولة آسيا للشباب لسلاح الإبه، والفيصل يهنئ البطل. 4 أندية تتنافس على لقب الدور الأغلى، والمنطقة الدافئة تحتضن ضمك وحيدا. بعد الديربي العريق الاتحاد يوسع الفارق النقطي بين المنافسين ويتربع على عرش الصدارة. الأهلي خروج من المنافسات ونزيف نقطي وتراجع في المستويات. هذه عناوين الحلقة. اسمحوا لي في البداية أن أرحب بضيوف الكرام معنا في الاستوديو. طارق كيال أبو راكان، هلا وسهلا. هلا وسهلا أبو جود، مسا عليك ومسا على الكابتن الكبير حبيبي أحمد المصري. كابتن شوف خليتك ها، والكابتن المبدع طارق التايب، والمشاهدين والمشاهدات كذا. أهلا وسهلا كورة. هلا والله. هلا والله أبو جود، هلا والله أستاذ تركي. سعيد ما أتحمل فراقك من زمان عنك، بقال لي تويتر يا خلنا نعيش. خلنا نعيش. انت مسيطر على كل شيء يا ابو تركي. وبعدين الكابتن بوجودك كابتن طارق، لا والله اقولها يعني ما هو تواضع، هذا حقيقه. انت الكابتن يعني مكانه وعمرا وتاريخا وكل شيء. اتشرف وجودي معك ومع الكابتن طارق. ابو ابراهيم اهلا وسهلا فيك. مساء الخير ابو مساء الخير ابو تركي ابو ركان، مساء الخير الساده المشاهدين. ايوه ابو تركي فيهم، وان شاء الله تكون حلقه ممتعه. خلي ماجد في حاله يا ابو تركي، خلوه ماجد غايب، خلي ماجد في حاله. حاضر ملائكته. هذا هو فاكهه البرنامج ما في شك. هو ابو تركي ما يحب الفاكهه الايام صح ولا لا؟ اي والله ما تحب الفاكهه. لا الخضار في الفاكهه خليه. طيب نبدأ الحلقة كذا علشان نكسب الوقت، نبدأ هذه الحلقة اللي دائما تكون بعد الجولة واللي فيها القراءات وفيها الشغل، نبدأ فيها بالبانوراما. بنتكلم كثير، عندنا مواضيع اليوم إن شاء الله يسعفنا الوقت ونحكي فيها، من ضمنها الأهلي وهاسي للمرة 16 يمكن 17 نتكلم عن هاسي، ونتكلم عن من أول الموسم هتكلم الأهلي، لكن كذا في ملف خاص فيه. لكن بنشوف بانوراما. جاهز بانوراما يا شباب؟ أعطونا بانوراما. الكرة إذا تفلت من الحصان الجامع، كيف تفلت الكرة من الأسد الجارح أبو بكر عبد الرزاق، حطها الجلاح يضرب ويجلد بلمسة ولدغة، هلال دياز يطرب بامتياز. كله صار خلاص. الدهن في العتاقي. والغالي أصلا غالي يفرض لمسة، الغالي أصلا غالي يفرض لمسة. أصلا أنا مجنونك، ريح نظير عيونك. اصلا انا مجنونك، ريح نظير عيونك. اطمن يا حبيبي ما فيهم يشبهونك، اطمن يا
انتبه الغول قدامه. سوبر بالتخصص. تربع يا بورزيقة تربع. أنا جيت أبسكن قصر حبك وتربع عرش قلبك وتمكن قبلهم حوطوا سور المدينة وحبسوا قلبي رهينة ما كفوني شرهم. جيت أبسكن قصر حبك وتربى عرش قلبك وتمكن قبلهم حاوطوا سور المدينة وحبسوا قلبي رهين ما كفوني شرهم. ابراك مش تبغى تعلق؟ عجبتني الاغنيه صراحه. لا حلوه الاغنيه بس الموضوعين اعلقها واترك الباقي للاخوان. الحمد لله يعني دائما لاعب نجم كبير والحقيقه يعني دائما يظهر في المباريات الكبيره وبيسجل اصعب الاهداف وصفقه الحقيقه كانت ناقصه الاتحاد وكان هو الحجر الناقص في المنظومه فتم إكمالها وأصبح الآن حمد الله بيؤدي دور كبير في هجوم الاتحاد ومؤثر كثير على الأقل في يعني كان واحد نفر بيسجل اللي هو روما الآن أصبح أكثر من لاعب في خط الهجوم بيسجل بيدي فرص أكثر بيسجل أهداف أكثر الآن وصلوا يمكن هم أعلى أهداف في مسيرة الدوري. عجبتني بخصوص موهبة نواف العابد لاعب كبير وأنا من المعجبين كنت جدا بنواف لاعب حق حسمات يقدر يضبط أعصابه ولكن جات في فترة هبط فيها مستوى الآن أتمنى أنه يرجع النواف اللي نعرفه لازم نواف لازم لاعب إمكانيات مرة كبيرة صراحة إمكانياته عالية وأنا عاصرته وعارف موهبته وعارف أنت عاد كنت في الفترة الذهبية حق تصفيات كأس العالم نعم ولا لا؟ أي نعم وهذيك الفترة أبدع فيها نواف أبدع نواف وكان بيسجل يعني من قوة أعصابه ومن مهارته كان بيسجل بلنتيات في أوقات حزمة لعب إذا ماني غلطان في مباراة لعب بلنتيين صح؟ بلنتيين أمام العراق أمام العراق مباراة واحدة مباراة واحدة وسجلها في ظروف كانت صعبة وسجل أرضه مباراة تايلاند في الرياض كانت أول مباراة كانت صعبة ومكفولة وجانا بلنتي وسجلوا فيدل أنه هذا لاعب عنده إمكانيات وعنده ثقة بنفسه كبيرة وأتمنى أنه يرجع نواف اللي نعرفه. يا ليت أبو تركي ايش تبي تعلق بانه؟ والله شوف بصراحة ودي أنا أرجع على كل لقطات جميلة والأغاني برضو أجمل لكن لا صوت يعلو فوق صوت الاتحاد ولا نجوم الاتحاد أمانة يعني الاتحاد حاضر الفترة الأخيرة أو الموسم هذا بشكل مختلف تصدر لأنه يستحق عنده لعيبة فقد لعيبة قدم دروس للدوري
انه مهما يعني مهما كان قوته او مكانه الغائب الا الاتحاد بروحه يحضر. طبعا الشيء الثاني حمد الله. حمد الله تكلمنا عن كثير والحلقه السابقه تكلمت والكابتن طارق يحلو الحديث عن لاعب. انا احب اللاعب اللي هو التحدي صرف النظر يعني يا ما تكلمنا وانتقدنا وقلنا حمد الله، لكن حمد الله لاعب يجب ان نتفق انه افضل من افضل الاجانب كلاعب هداف. لاعب عربي نفتخر فيه، لاعب كبير، لاعب حسم، لاعب زي ما قلت لك يعني في اصعب الظروف تجده، حتى ضربات الجزاء يعني ما شاء الله هنيه على قوه الاعصاب وعلى قدرته على انه يهوى التحدي، يجي زميل يبغى ياخذ الكره يقول لا، عنده ثقه بنفسه، فلاعب غير طبيعي. حمد الله يعني اللي جلبه الاتحاد جلب الفرح، جلب البطوله. سهل ابو ابراهيم ايش بتعلق عليه؟ بتعلق انا طبعا الشباب بيستعيد شبابه امام نادي الفيحاء. الفيحاء طبعا منافس صعب، واقوى خط دفاع مع نادي الاتحاد 17 هدف. شباب قدم مستوى طيب في المباراه. اول هدف للاعب الكاميروني جون ماري، وطبعا نواف العابد انا احبك كشخص واحبك كلاعب واعرف ابوه كويس، لاعب عنده امكانيات كبيره. افرح عند يوم نشوفه معنا يدخل الشوط الثاني ويسجل، فتره كبيره غايب عن مستواه، عنده امكانيات كبيره لو يركز خارج الملعب. اعتقد عنده 4-5 سنوات يقدر يقدم كوره وخلينا نستمتع معاه. بالنسبه طبعا نجم الاسبوع انا حمد الله، لاعب عنده شخصيه كبيره، تغير مع الاتحاد، ممكن هذا تغير وقت نتمنى يكون مركز عليه طول الثلاث اربع سنوات ولا العقد مع نادي الاتحاد. لاعب عنده امكانيات كبيره، البطوله لو احرزها الاتحاد وشبه هي مساله وقت، يكون معنا حمد الله من اسباب واهداف المؤثره في فوز الاتحاد بالبطوله. بالنسبه لنادي الهلال انا اللي عجبني الثلاث مباريات الاخيره كاريو، تغييره الكبير واستمتاعه باللعب مع المدرب دياز، وتسجيله هدف معناه من دخول في العمق واستقبال كرة باريرا. طبعا الهلال كان في مباراة الحزم فريق هادي يلعب بكرة مرتاح، ما فيش استعجال. الشوط الأول صحيح ما كان الفريق في المستوى لأن الحزم لعب مقفل وما عنده ما يخسر. الشوط الثاني مع دقيقة 58 أو دقيقة 60 الفريق عرف طريق المرمى بلمسة من باريرا ولمسة واحدة من كمل جمالية الهدف كاريو، والهدف الثاني يصل صناعة باريرا وتسجيل ماريجا. باريرا صنع أهداف لكن لسه لا ما عندهاش معنى التأثير الفني على الفريق. نتمنى في المباراة القادمة يكون أكثر تأثير فني. طيب حنروح الفاصل، بعد الفاصل راح يكون معانا تصويتكم على لاعب الجولة وهدف الجولة. بس إن شاء الله ما في غش المرة هذه. بس لا لا خلاص احنا قطعنا الحركات. أهم شيء لا لا ما عاد تصير معانا. آخر مرة يتصل فينا مع شرط، اكتشفنا أنه الثقة مش لازم تكون 100% معاكم. حلو الكلام صراحة. لا مع ماجد بس لك الثقة معنا واضحة. احنا قاعدين نختبرك، انت لازلت تحت الاختبار، ونشوف تصرفاتك بعدين. نشوف شفناك قاعد تفوز دايم، معناته في تسريب. ايه وهذا ما نرضى ان شاء الله. طيب حنروح للفاصل، مع الفاصل عيدونا يا شباب فقرة حمد الله اللي قبل شوي، يعني حلوة ودمها خفيف والأغنية جميلة. حوطوا سور المدينة وحبسوا قلبي رهينة، ما كفوني شرهم، جيت بسك قصر حبك وتربى عرش قلبك وتمكن قبلهم. حوطوا سور المدينة وحبسوا قلبي رهينة، ما كفوني شرهم،
الفيصل يلتقي وزير الثقافة والإعلام والرياضة القرقزستاني السيد زامان كولوف. أحسين الطويل يحقق ذهبية بطولة آسيا للشباب لسلاح الإبه، والفيصل يهنئ البطل. أربعة أندية تتنافس على لقب الدور الأغلى، والمنطقة الدافئة تحتضن ضمك وحيدا. بعد الديربي العريق الاتحاد يوسع الفارق النقطي بين المنافسين ويتربع على عرش الصدارة. الأهلي خروج من المنافسات ونزيف نقطي وتراجع في المستويات. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذا الجزء من الحلقة. نرحب بمستمعي روتانا في أم في المملكة العربية السعودية، طارق كيال، أحمد المصبيح، طارق التايف، ضيوف حلقة الليلة. نشوف تصويت الشباب على هدف الجولة. أعطونا هدف الجولة. أفضل هدف، هدف المجحد الاتحاد. أفضل هدف، هدف محمد المجحد، جول ولا أروع ولا أجمل ولا أكمل في هذه الجولة. أجمل هدف محمد المجحد لاعب الأهلي في مرمى نادي الاتحاد. أجمل هدف في هذه الجولة، هدف لاعب نادي الأهلي محمد المجحد في مرمى الاتحاد. هدف نجم الأهلي محمد المجحد في الاتحاد. أجمل هدف في الجولة 22 من لاعب نادي الأهلي محمد المجحد. أجمل هدف في الجولة، هدف اللاعب محمد المجحد لاعب نادي الأهلي في نادي الاتحاد. أفضل هدف في الجولة، هدف لاعب نادي الأهلي المجحد. أفضل هدف، هدف محمد المجحد لاعب فريق الأهلي في مرمى الاتحاد. هدف لاعب نادي الفتح كويفا، الهدف الأول على الاتفاق. أفضل هدف، هدف المجحد في مرمى الاتحاد. أجمل أهداف الجولة، هدف لاعب النادي الأهلي محمد المجحد في مرمى الاتحاد. هدف محمد المجحد في مرمى الاتحاد. محمد المجحد، هدف محمد المجحد في مرمى الاتحاد. محمد المجحد، هدف محمد المجحد، هدف محمد المجحد. أفضل هدف، هدف الأهلي الثالث في مرمى الاتحاد. أفضل هدف في جولة، لاعب نادي ضمك أمام الرايد سيرجيو فيتور. كان منها السبع في هذا الملعب. الآن أوبا، هز الملعب وهز شباك روحي. المجحد يضرب الآن 3-3. جنون ديربي جدا لا حدود له، وروايا ديربي العروس لا حدود لها. يا لها من ضربة لقد أرسلها المجحد من أعماق قلبه، أرسلها وكأنها آخر قذيفة له في حياته. والله يا هو هدف بعد. طيب خلينا نشوف الهدف الثاني يا شباب، ممكن اعطوا الهدف الثاني. يا رب العالمين، هذه كره ملعوبه للامام، كريستيان كويفا من الاول، كويفا الله سواها، كويفا سواها مره ثانيه، سواها كويفا البوريفي، لعب كره جميله وسجل اول اهداف المباراه. مالك حل يا كويفا، مالك حل يا كويفا، كل الحلول عندك كويفا. عاد المايسترو، اعاد لنا إلتون، اعاد لنا ذكريات خوزي إلتون البرازيلي، اعاد للفتحاويه، اعاد لكل الاسماء الكبيره، عاد هذا القصير ليذكرنا بالكره لضمك خطيره سيرجيو. او يوبا، او يوبا، او يوبا، شاك ابو تركي. طبعا هدف كويفا اختار صدعان بالحاله، هدف ضمك اختار طارق بالحاله. هو الامانه الاهداف كلها الاهداف كلها جميله. انا بالنسبه لهدف المجحد، اولا في تمويه السومه اللي اعتقد ان السومه اللي تركها له، ثانيا انه في هدف يعني قاتل وتعادل امام الاتحاد،
وفي حارس اللي هو الأفضل في قروهي. هذا هدف متكامل. يعني التمريرة، التمويه، التنفيذ. يعني ترى ما تحس ابو تركي ان نفاجئ الجميع؟ يعني ترى كلنا قاعدين نتوقع انه بيمرر يمين يسار. طبعا خاصه انه لاعب نص ولا تعودنا منه انا شخصيا. فالهدف جميل وتعادل بالنسبه لرده الفعل ولا الاهداف البقيه. بالعكس هدف كويفة برضو عظيم يعني. وبالمناسبه ترى الفتح يعني طالع طلعه مع اليوناني شيء خطير، اداء و تكتيك، ولكن يظل هدف المجحد من وجهه نظري واحترم راي الزملاء. يلا قول انت. انا عارف انك انت كذا مقهور لوحدك مصور. مقهور الوحيد انا فهمت. شوف الاهداف ثلاثه حلوه، لكن انت دائما تاخذ الهدف اللي ليه تاثير. أيه. زي ما قالت ابو تركي المجحد هدف لو انت بالتعادل نختار هدف، لو انت بالتعادل المباراه. أيه. لكن انت خسرت المباراه 4-3. لكن تكلم على فيتور اللي ثاني اسبوع على التوالي دقيقة 94 يسجل هدف بالطريقة هذه. شوف المهارة الفردية تعطي حل لفريق ضمك، 6 نقاط في جولتين. فاولات كانها ضربات جزاء. كانها ضربة جزاء. كيف تجيك دقيقة 94 شوف التنفيذ الأسبوع الماضي. حلو والله حلو. نفس دربي الطريقة. دربي عسير. الأسبوع هذا ضد الرايد. أعتقد والله الصراحة من الظلم أن هذا ما ياخذش بصراحة أفضل هدف. كل واحد هدف. شوف كويفة هدف نفس الهدف اللي سجل الأسبوع الماضي ضد فيصلي. اللاعب يوصل تألقه، ومباراة انتهت نتيجة 4 أهداف ونتيجة من الشوط الأول الفريق سيطر على المباراة، لكن الهدف فيتور هو أهدى الفريق 3 نقاط ثمينة والأسبوع الثاني على التوالي. سامحني يا أبو تركي. لا بالعكس رأيك كابتن. أنا اخترت الهدف حق المشهد لأنه كهلاوي يا أبو ركي. لا لا مو عشان الأهلاوي والله. لا أنا بالعكس الكرة مباغتة أولا في حارس كبير في مباراة قوية. صحيح. في مباراة ديربي ما هي يعني مباراة يعني اوكي الهدف كويفة هدف حلو، ولكن في فريق دفاعه هش يعني راح من الدفاع وشات يعني ادوله فرصة يشوت، ولكن ما في يعني في مهارة لكن ما لقى المقاومة اللي موجودة في دفاع حتى تعطله، فزي اللي كل الباب فاضي شات. نعم. هدف فيتور حلو والضربة متقنة، ولكن يظل خطأ في الحيطة وخطأ في الحارس. حارس قاعد يتفرج على الكورة ما عمل أي مجهود، لكن هدف المشهد طار عليها كلوهي وهو حارس كبير وحارس زواياه، لكن الكورة أسرع وبعيدة وقوية في نفس الوقت. صحيح. عشان كده اديله الأفضلية. المباراة الفريق المقابل قوي، الشوطة متقنة، يعني ثلاثة العوامل الأساسية. التمويه اللي قبل الهدف حلو. دائما لما تقيم الهدف قيمه بثلاثة عوامل أساسية: الإتقان وقوة الفريق المقابل وقوة الحارس المتواجد ومحاولة الحارس بصد الكرة. إنما مباراة الرائد حيطة غلط، حارس واقف يتفرج على الكورة هي تخش، ما عمل أي مجهود. ثلاثة نقاط مهمة في دقيقة 94 وثاني أسبوع. أنت تتكلم عن نقاط، أنا أتكلم على هدف إنه مهم. أي كرة ثابتة وصعب تشوفها في دوري السعودي. حتى الهدف اللي تجيبه في نفسك يديك 3 نقاط، يعني ما دخلته في المقاييس. ترى في هدف بعد ما دخل في التصنيف أو التقييم، هدف كاريلو يعني كاريلو لمسة إيه لمسه حلو جداً. بس يعني ربما، لكن انا بالنسبه لي لا والمعايير حقتها، معايير دائما الهدف يختار بالمعايير، يعني معايير المباراه قوتها، معايير اللاعب. يا حبيبي اهم شيء اليوم ذائقتك. انت وش تقول؟ فهمت انت وش تقول؟ ذائقتك. هدف المجحد احلى. انا قلت ابسط حقوقك. انا قلت لا من حقك ولا تبرر لحد. انت مش شايف هدف؟ انا اشوف المجحد نمبر 1. خلاص خلوه طارق الحالة. حالنا وصلنا حالي بالله. عيدونا هدف في تعاطف ولا في عيدونا هدف المجحد بصوت المعلق مرة ثانية، وخلي طارق التايب بالحالة مع هدف فيتور والصدعان الوحدة مع كويفا، ونبغى نشوف ذا الهدف الجميل الحلو العظيم اللي كان فاجأ اللعيبة وفاجأ المشاهدين، وهدف تعادل. وفي مين؟ في قروهي. دائما انا اقول الهدف بقروهي بهدفين. انتهى خلاص. طالما المعلم صادق. والله العظيم يا اخي يا جماعه، حارس يعني حارس فارق في الدوري للامانه، يعني ما في كلام.
عطونا الهدف يا شباب. كان منها السبع في هذا الملعب الآن. أوبا، هز الملعب وهز شباك إقروحي. المجحد يضرب الآن 3-3. جنون ديربي جدا لا حدود له، وروايا ديربي العروس لا حدود لها. يا لها من ضربة لقد أرسلها المجحد من أعماق قلبه، أرسلها وكأنها آخر قذيفة له في حياته، أرسلها وقال لها لا تعودي إلا بإسعاد الناس. اهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذا الجزء من الحلقه. نرحب بمستمعي روتانا اف ام في المملكه العربيه السعوديه، طارق كيان، احمد مصبيح، طارق التايب ضيوف حلقه الليله. نشوف تصويت الشباب على لاعب الجوله. افضل لاعب كويفه نجم الفتح عبد الرزاق حمد الله المغربي، لاعب الاتحاد ومن غيره يستاهل ان يكون سوبر ستار الجوله. هاتريك. افضل لاعب عبد الرزاق حمد الله. عبد الرزاق حمد الله. أفضل لاعب في الجولة عبد الرزاق حمد الله. أفضل لاعب في الجولة 22 لاعب الاتحاد عبد الرزاق حمد الله. كويفة لاعب نادي الفتح. أفضل لاعب في الجولة عبد الرزاق حمد الله. أفضل لاعب بالطبع عبد الرزاق حمد الله لاعب فريق الاتحاد. أفضل لاعب في الجولة لاعب نادي الاتحاد عبد الرزاق حمد الله. أفضل لاعب حارس ضمك مصطفى زبا. أفضل لاعبي الجولة عبد الرزاق حمد الله مهاجم نادي الاتحاد. مهاجم نادي الاتحاد عبد الرزاق حمد الله. حمد الله. عبد الرزاق حمد الله لاعب نادي الاتحاد. كويفة. عبد الرزاق حمد الله. مصطفى زغبة. أفضل لاعب عبد الرزاق حمد الله. أما أفضل لاعب الجولة لاعب الاتحاد حمد الله. تحياتي. ليش عبد الرزاق حمد الله؟ خطير صراحة. حمد الله إضافة كبيرة، إضافة كبيرة للاتحاد. مهاجم هذا والله مكسب لو يركز في كورته. أنا استمتع بدي أشوفه يلعب. جلاد، تعرف شو معناه جلاد؟ جلاد لا يرحم في تحركاته. وشوف المرة الفاتت تكلمنا رغم غيابه شهرين على الملاعب، لكن قلنا لياقة المباراة من مباراة لمباراة يرتفع مستواه. شفنا حمد الله اللي شفناه مع السنة الأولى مع النصر في أول موسم مع النصر، هذا حمد الله. وزي ما قلت لك إذا البطولة أخذها الاتحاد حمد الله معناه إضافة كبيرة، وما وكان مؤثر في تحقيق البطولة هذه النادي الاتحاد بعد 11 سنة. مراكان. أنا أختار كويفة. إيه بس ليش اختاروا الشباب كلهم حمد الله؟ حسلك عن كويفة.
اختاروه لانه سجل 3 اهداف وفي ديربي. ليش تقول لك سجل 3 اهداف؟ اقول لك كانه يعني عادي يعني. لا لا يا مو 3 اهداف في ديربي، ترى لو تشيل 3 اهداف بقول 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 يفوز الاهلي 3-1. بقول ديربي، في ديربي اختاروه كان لاعب مؤثر، انهى الهجمات ب3 اهداف، منها 1 ضربه جزاء مع اعادتها، ولكن لا الشباب محترم يعني، بالعكس هو لا يعني لاعب كبير ما اقدر، بس انا اخترت كويفة. ايوه ليش؟ لانه كويفة كان المؤثر في 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 الفتح، سجل هدف جميل وسجل هدف ثاني، وكان دينامو في وسط الملعب مع فريق الفتح يعني ادى مباراه كبيره، كان مؤثر كثير كواحد. لكن حمد الله مع مؤثرين كثير في الدا، مع عمر ومع لعيبه ومع الشيء عبد العزيز، فعنده مؤثرين يعني دوله مساحات كثيره، بس هو صنع لنفسه وسجل. كويفا كويفا. طيب ليش اخترت كويفا؟ ليش مو عبد الرزاق حمد الله؟ رجل سجل هاتريك في ديربي. يكفيني رايي قريب من راي استاذي الكابتن طارق كيال، هذا شيء جميل، لانه فعلا انا تابعت المباراه. إيه انتوا اثنين اخترتوا كويفا. لا لاعب مؤثر، فكني منه. لا لاعب مؤثر بالفاصل بالدفاع، ولاعب بالفعل يعني يذكرنا بتاثير النجم اللي اعتبره نجم مثالي هيلتون، في وضح وضحت بصمته في طريقة المدرب، جعلته يعني يقدم عطاء جيد، وكان بالفعل يستحق انه اللاعب الافضل. ولكن حمد الله خلاص يعني الكل يجمع، وانا لابد اقول فعلا حمد الله. حمد الله في مباراة مصيرية تلقاه ينشد بالظهر حمد الله، اذا صار في يومه الكابتن قال هذا ذكرنا بداياته، فعلا جلاد حمد الله، يتحمل مسؤولية، يقاتل، فلاعب غير عادي، يستاهل افضل نجم، واتمنى يستمر مع الاتحاد بهالاسلوب يعني. فاصل قصير بعد هنا. أهلا بكم مشاهدي الكرام في هذا الجزء من الحلقة، نرحب بمستمعي روتانا في أنف المملكة العربية السعودية، طارق كيال، طارق التايب، وحمد مصبيح ضيوف حلقة الليلة. نشوف تقرير عن النادي الأهلي. إذا قدرنا نسجل في الشتوية حنبهر العالم باللي حنسويه. هؤلاء العشاق انتظروا أن يبهروا لا أن يقهروا، فقد غابت أفراحهم وازدادت جراحهم وأفلت شمس أهلهم. من سلب أحلام العاشق الأخضر، من بدد طموحاته وأفقده آماله، لماذا يقف الجميع مكتوف الأيدي دون حلول؟ من المسؤول عن خيبات الأمل المتوالية والعثرات المتواترة؟ الأهلي يفقد شخصيته، قوته وهيبته، ويخرج من موسمه صفرا ومبكرا. فبعد أن سجل الأهلي واحدا من أسوأ مواسمه على صعيد الدوري، محتلا المرتبة 11 ب25 نقطة، فقد منافسته أيضا على كأس الملك، وهي البطولة المحببة له ولجماهيره. المشهد بقي كما هو قبل الفترة الشتوية وبعدها، فمن كان يمني النفس بصفقات مؤثرة تعيد القلعة للواجهة، بات اليوم يمني النفس للبقاء في منطقة دافئة في سلم الترتيب، خصوصا مع تقارب النقاط المخيف والمستوى المتدني للكتيبة الخضراء. الأهلي برئاسة ماجد النفيعي ومجلس إدارته موسى المحياني وفريق عمله قبلوا خوض التحدي بداية الموسم، لكنهم اليوم في موقف لا يحسدون عليه، فهل آن الأوان أن يتركوا المكان لمن بمقدوره إعادة الأهلي للواجهة من جديد، أم أن رحيلهم سيزيد الأزمة تأزما داخل البيت الأهلاوي؟ هاسي وفريقه الفني لماذا لا يزالون على كراسيهم رغم المستويات الباهتة والنتائج السيئة؟ الأزمة المالية التي يعيشها الأهلي وابتعاد الداعمين والمحبين، هل شكلت عوامل أساسية فيما يعيشه الأهلاويون اليوم؟
معاناة تستمر واستفهامات تفتقد للإجابة. من جعل الأهلي يصل لهذا المستوى الذي لا يليق باسمه ومكانته في الرياضة السعودية؟ وكيف يعود الأهلي في ظل الظروف الراهنة؟ أبو ركان، طبعا في أسباب كثيرة أدت إلى هذه النتيجة، وأدت إلى هذا أسباب عدم ظهور الأهلي كما يعرفه عشاقه، كما يعرفه محبينه، كما يعرفه الجماهير الأخرى. أول من أهم الأسباب في وجهة نظري المدرب. المدرب يعني قراءته ضعيفة في المباريات، تغييره في بعض المباريات تنقلب ضده وليس له. يعني أنا في وجهة نظري في المباراة الأخيرة بعد التعادل خرج أهم لاعبين عنده وأدخل لاعبين آخرين، كان الأهلي مسيطر بعد ما جاب الهدف الثالث وكان بيهاجم، كان ممكن يسوي نتيجة أفضل، ولكن حاول أنه يتراجع، أدى مجال للاتحاد أنه سجل الهدف الرابع من ضربة الجزاء بسبب خطأ مدافع. طبعا ضربة الجزاء كان فيها شكك، ولكن حكم أثبت أنها ضربة جزاء وسجل فيها وطلع الأهلي في الدقيقة 90. كان أولى هو أن يطلع على قلب التعادل، كان حافظ على الأقل على التعادل الأهلي دون الاندفاع بعد ما غيرت أهم لاعبين عبد الرحمن غريب وكوم اللي كان ماسك لك وسط الملعب. من الأسباب أيضا سوء اختيار اللاعبين الأجانب في الفترة الصيفية، كانت اختيارات كلها غير موفق فيها الأهلي. ما أدري يعني اللي اختارهم ما اختارهم حسب المراكز، اختارهم أسماء أو اختارهم لاعبين ما لهم عقود أو أحرار. وشفنا جابوا النقاز لعبوا مباراتين ثلاثة ومشوا، جابوا كذا لاعب ما استفاد منهم الأهلي وما كانوا أي لهم أثار إلا ما حملوا النادي عبء مالي فوق العبء المالي اللي هو المشكلة الثالثة بالنسبة لي، الديون الكبيرة. طبعا النادي الأهلي يمكن حتمت عليهم بعض الاختيارات في اللعيبة الأجانب، لكن ممكن تجيب لاعب أقل بس مفيد للفريق. يعني مو لازم لاعب تجيب ستة لعيبة، لو جيب ثلاثة لعيبة بقيمة الستة اللي موجودين سووا لك فارق أكثر. يعني تلعب مو شرط تلعب ستة أجانب سبعة أجانب، ملعب ستة أجانب أو أربعة أجانب يشيلوا الفريق في العمود الفقري، يعني العمود الفقري يستغلوه ويلعب عليه. كذلك تفريط بعض اللعيبة الصغار النجوم اللي كانوا مستقبل، يعني كان في وراحوا لأندية أخرى وأصبحوا نجوم في الأندية الأخرى زي حمدان الشهراني زي رايد زي يعني اللعيبة كثير كان لهم وصغار في السن. حمدان الشهراني حمدان الشمراني كان عمره 21 سنة بس ما له دخل بالإدارة الحالية ها؟ ما له دخل إلا لهم علاقة بالإدارة الحالية؟ إي مش أيامه وهذا رأيهم. علاقة المدرب باللعيبة حسب ما ظهر لي في اللقطة الأخيرة لما طلع اللاعب البرازيلي الإنجليز كان في مشادة بين المدرب الإداري سحبه، وشوف تصريح المدرب بعد المباراة عن اللاعب. هذا يعني ما هو تصريح يلوم لاعبه ويقول إنه بربر ما أدري إيش يقول، يعني يقصد يتكلم إنه يأخذ كرت أصفر وعشان المباراة اللي قبلها وياريته أخذ الكرت الأصفر، يعني كلام ليس يدل علاقة حميمة بين اللاعبين والمدربين. إذا نظرنا المدرب والاتحاد مع اللاعبين تختلف العلاقة، تلاقيه في محبة وفي تشجيع وفي اهتمام باللاعب. هذه حركات هاسي من أيام الرائد، من أيام الرائد وبعد المباراة خسر يشوف واحد يرميها يبيعهم من أيام الرائد كذا. وأنا كمان يعني الأستاذ ماجد النفاعي أحترمه وأقدره، ولكن تصريحه الأخير المفروض يعني يكون يحتفظ بنفسه، يجي في بعض يقول هنغير كل اللعيبة وحنجيب لعيبة جدد في الموسم القادم. طيب لعيبتك هذول بيلعبوا الآن يا أستاذ ماجد،
تديهم احباط. طب مو كل شيء في ما بيقولوا اذا الاداره خلاص حتمشينا على المشين ما يديك الشيء اللي انت تبغاه اللي انت انت في مرحله حرجه يعني في منطقه ما زالت فيها ضباب بالنسبه لمستقبلك. هل انت حتنافس على تشرد من المنطقه الخطره حقت الهبوط؟ هذول اللعيبه اللي حيشيلوك. فما حتى لو عندك نيه في هذا الكلام احتفظ به وما يحتاج تقوله في الاعلام. صحيح. يعني ما يحتاج تبل يعني تقوله في الاعلام اللاعب يسمعه يتاثر بهذا التصريح ويؤدي ان اللاعب يصير محبط وما يعطيك اللي انت تبغاه في المرتبة اللي انت محتاج كل لاعب الان عشان تطلع من هذا النفق اللي المظلم. العموم يعني الواحد تكلم كثير على اسباب وتكلم كثير على اشياء وتكلمنا على اصلاحات وتكلمنا، ولكن الاخير القرار في يد اداره النادي الاهلي برئاسه الاستاذ ماجد، وهو يرى يمكن احنا ما نراه هو داخل النادي، يمكن شايف هو طريق اخر الله يوفقه فيه. قول ابو ابراهيم. المرتبه اللي احتلها الاهلي بصراحه ممكن أسوأ نتيجه او أسوأ مرتبه، وما زال معنا لسه الدوري ما خلص في تاريخ النادي في الدوري السعودي. سجل 28 هدف عليه 30 مرتبه 11، اخذ 9 مباريات فوزين فقط. الاهلي بالنسبه لي انا حسب المشهد مشكله الاداره، مشكله مدير الكوره من اللي جاب هاسي. هاسي وكيف في الدوري مع نادي الرائد الموسم الماضي، اي مدرب تبغى تجيبه اول شيء يتماشى مع اسلوب الفريق، ثاني شيء كيف علاقته مع اللاعبين، هذا شيء مهم. هاسي خلينا نقولها باللهجه السعوديه هو اللي حاس الاهلي اول شيء مدرب، تغييراته قراراته عجيبه جدا. الشيء الثاني مدرب متغطرس، انا ممكن في مباراه في مباشره نشاهدها في التلفزيون ما نشوف التحاليل، لكن بعد المباراه في الليل تعيد المباراه ونشوف تصريحه، مدرب يضحي بلاعيبته، يبيع اللاعب باللغه العاميه، اي لاعب يغلط غلطه في المباراه يغيره، تحس انه مدرب درجه اولى ودرجه ثانيه ودرجه ثالثه، مدرب بعقليه هاوي، قراءته في اللاعب سيئه، تغييراته شفنا كم مباراه يغير عليه غريب اللي هو غريب واليوسكي والسومة اللي هم ابرز لاعبي الفريق، تغييرات غير منطقيه، بدل الفريق يكون متعادل المفروض يغير تغييرات تامين النتيجه والحفاظ على النقطه، يلعب معناه بالفريق مساحات متواجده، الفريق هو يعاني دفاعيا خاصه في عمق الدفاع. المباراه الماضيه متكلم على دان كلير، بعد انا قلت تغيير تكتيكي ممكن انه خاسر 3-1، لكن المشكله طلع مش تكتيكي، بعد ما انتهت المباراه قال ولا اللاعب كلمني قبل مبارتين انه ياخذ انذار اصفر عشان يكون قبل مباراه الاتحاد عشان يكون جاهز مباراه الاتحاد، ويا ريت اخذ انذار وما لعب معي المباراه هذه. تكلم على النقاز وغير مباراه الفيصلي اكثر من لاعب. بصراحه مدرب في كره القدم، المدرب اللي ما عندهش طريقه او نهج واضح هذا بيجي وقت حيتوقف، النتائج حتتوقف ممكن في الاسبوع السادس السابع، اعتقد هذا ممكن من الاسبوع السادس او السابع الفريق اللي يتقدم، لان عنده ثلاثه عناصر كانت هي تعمل في الفارق، غريب اليوسكي السومة، يوم يكون اللاعبين هذول الثلاث مش في يومهم الفريق لا يفعل شيء ولا في اي رده فعل من مدرب. مدرب بالنسبه لنا اسوء مدرب مر في تاريخ الاهلي. الاداره مسؤوله بشكل كبير، حتى بعدين في شيء بعقب عليه، حتى التصريح الصراحه اللي بعد المباريات تصريح، المفروض انت كاداري او كمسؤول لازم تصرح تصريح في حافز في معنويات الفريق، واضح انه في روح انهزاميه، استسلام اللاعبين، تواصل مدرب مع اللاعبين التيار لا يمر. صحيح. مدرب اول شيء في كره القدم هي كيف التعامل مع اللاعبين، كيف تطلع افضل ما لدى اللاعبين من امكانيات. هاسي هذا حاس الاهلي، واذا استمر انا بالنسبه لي الاهلي مش ان شاء الله مش حيهبط، نادي عريق هذا كعادس باحساسي والمشهد الرياضي، لكن المدرب هذا لازم يقال بصراحه. هل هو شرط جزائي بالنسبه لكبركان؟ شرط جزائي كبير؟ ما اعتقد انه شرط جزائي كبير، وما اعتقد انه جايبينه بالملايين اللي لا نتفكرها، من اللي اتذكرها جايبينه من رايد، ما اعتقد انه مبلغ كبير. صحيح. يقدروا يتعاملوا معاه. طيب. وحتى والله يمسك درجه شباب، مدرب درجه شباب الاهلي يقدر يطلع بالفريق حتى من الناحيه المعنويه ورجه نفسيه للفريق. قول ابو تركي. انا ماني طبعا بختصر لانه براك فاصل، ايش رايك؟ لا 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 خذ وقتك بالعكس، لا لا يهمني يهمني انت بالذات، يهمني اسمع رايك في موضوع الاهلي. اول احترم راي الكابتن طارق وقال رايه بحرقه، وولد هو من البيت الاهلاوي، اي كلمه يقولها لابد انها تصير يعني وثيقه عمل للاداره الاهلاويه
والناس اللي غيرين وأيضا الكابتن طارق قال أمور فنية. شوف لو كان في مجلس أهلاوي شرفي مؤثر أول ما أعاقب رئيس النادي على عناده مع الجمهور الأهلاوي مع المحبين مع النقاد طوال الفترة الماضية الكل ما في استثناء أجمع على فشل هاسي، أخذ مسألة تحدي وبدل ما الآن علاج الأهلي بالأمور النفسية المباريات المقبلة أكثر ما هي الأمور الفنية، جاء وقضى يعني إذا أستاذ طارق يعني أنا بصراحة ما شفت التصريح وطبعا أثق في رأي أو ما نقل الكابتن طارق أنه يقول اللاعبين بنغيرهم يا رجل يا رجل والله العظيم ما شيء غير مقبول يا أستاذ ماجد أنت الآن في موقع حرج أو في موقف حرج جدا جدا فحفظا لماء الوجه وتاريخ الأهلي أقل هاسي يا أخي تحدى مين تحدى تاريخ تحدى نادي كبير زي الأهلي له جمهوره أتعبتهم يا أخي اللي يصير هذا عبث أتمنى من شرفي الأهلي يا أخي ينتظروا متى إلى يهبط الأهلي والله قاب قوسين الأندية كلها متقاربة وفنيا كل اللي متنافسين على الابتعاد على الهبوط أفضل من الأهلي فيا أستاذ ماجد المطبلين اللي حولك والله ما راح ينفعوك لأنه نقطة سوداء لو هبط الأهلي والأهلي تاريخ أول مدرب المفترض والله ما يجلس أبدا من حوالي 10 مباريات لكن كررنا الكلام هاسي 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 يا أخي وش مؤسسين نادي هو يا أخي رئيس نادي الهلال جاي بطولة آسيا ومنافس دوري وكاس لما الجمهور والنقاد أجمع أنه قارديم هو المدرب المناسب أقاله وهو في القمة ما احترامي ليش على إيش تكابر وتبقي هاسي فأتمنى يكون في قرار أهلاوي سيادي إذا أنت متى قادر تتخذ قرار إبعاد المدرب يا أخي وعادة تأهيل الفريق نفسيا الفريق محبط ومع تصريحك أنت زدت الطين بلة صراحة فمفترض الأهلي الآن يعالج الأمور النفسية أولها المحمدي يقود الفريق حتى يبقى وبعدين حكاية والله بغير اللاعبين هذه تحتاج يعني كلام آخر فاصل قصير بعد الفاصل نعود أهلا بكم مشاهدينا الكرام في الجزء الأخير من الحلقة وصلنا للختام نودعكم بأخبار شوت ونلتقيكم غدا يا أمان الله حقق حسين الطويل لاعب المنتخب السعودي للشباب للمبارزة الاثنين الميدالية الذهبية في سلاح الأبي ضمن بطولة آسيا للناشئين والشباب وبهذه المناسبة هنأ الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة البطل حسين الطويل لتحقيقه الميدالية الذهبية الآسيوية طالبت إدارة نادي النصر لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين بتحديد مواعيد المباريات المؤجلة للأندية المتنافسة على لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وذلك لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص وذكرت مصادر مطلعة أن النادي العاصمي أرسل خطابا رسميا تضمن اعتراضا على لاعبيهم وجارهم الهلال مواجهتين قبل أن يلعب الاتحاد والهلال أي من مواجهات الدورين الأول والثاني كشفت مصادر إعلامية عن أن إدارة النادي الأهلي تنتظر رد أحد المدربين الذين دخلت في مفاوضات معهم تمهيدا لفسخ عقد الألباني بسنك هاسي وكانت إدارة النادي قد اتخذت أمس الأول قرار عدم استمرار المدرب الألباني عقب نهاية لقاء الاتحاد الأخير في ديربي جدة ضمن الجولة 22 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين والذي خسره الأهلي 4-3 أظهرت الفحوصات الطبية بالأشعة التي خضع لها سلطان الغنام لاعب فريق النصر الأول لكرة القدم أمس أظهرت وجود تمزق لديه في أربطة مفصل القدم وحاجته إلى التأهيل والعلاج مدة تتراوح بين 4-6 أسابيع باتت حظوظ محمد البريك لاعب فريق الهلال الأول لكرة القدم بالمشاركة في المباراة أمام النصر الخميس المقبل باتت ضئيلة لعدم اكتمال جاهزيته يذكر أن اللاعب لا زال ينفذ برنامجه التأهيلي من الإصابة التي لحقت به في عضلة السمانة شهدت التدريبات الجماعية لنادي الفتح مشاركة اللاعب حسين الحبيب بعد الانتهاء من برنامجه التأهيلي فيما تقرر أن يخضع اللاعب قاسم لاجامي للفحوصات الطبية بعد تعرضه للإصابة في مباراة الاتفاق